توقعات ان شاء الله بربي نربحوا اليوم نربحوا المهم نربحوا والله 1-0 معليش المهم نربحوا لازم يدير لي شونجمون ولازم اسمع كيما عموره كيما كاين اللي جوا ما دخلهمش قاعد هنا يدخلهم موريتانيا ماهيش ايكيب اللي خافوا منها ولا شي كيما ماهيش ايكيب موريتانيا كيما قال شاخر كيما لي زيكيب تاع لي زافريكان اللي ما بانوش قاعد هنا هذه لوكازيون تاعهم يبانوا وانا موريتانيا باينه نربحوها هما مساكن راحوا لافريك تبع باش يفرحونا يا خويا كي لحقوا تما صابوا العوامل قاعدين ضدهم يعني شوف السخانه الميديتي التحكيم الظروف قاعدين مصابوطيه والله ما شاء الله راهم يلعبوا بقوه بزاف بصح لازم بعض التكتيكات يديروا هجوم اكثر على الفريق المقابل لي باش تكون الهجمات المرتده اكثر يعني 1-0 للجزائر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ندعو ونقول باللي 1-0 للجزائر سوريا في كاس تاهل دوكا تاهلنا وانا دوكا خرجت شفت المباراه وخرجت تاهلنا الحمد لله تاهلنا للدوري الثاني بارك الله فيك ان شاء الله اليوم الفريق الوطني راح يحقق نتيجه ايجابيه بعد الاداء في المقابلتين اللي فاتوا لي دو ماتش اللي فاتوا كنا نلعبوا مليح لكن الحظ ما كانش معنا ان شاء الله اليوم بالتغييرات التكتيكيه تاع المدرب جمال بالماضي راح نتوافقوا ويفوزوا على الفريق الموريتاني لانه رانا مخصوصين 3 نقاط باش نتاهلوا مباشره ولو كان ماتش نيل راح ندخلوا في بعض الحسابات فان شاء الله مربوحه خصوصين ما نخسروش اليوم تخلص 2-0 يخرجوا 3-1 90% نربحوا ان شاء الله راني راضي مي خاصها شويه تعديل باك خاص بالماضي برك شويه كيما محرز يقلعوا لنا على البكري ماذا بينا محرز ما يلعبش هنايا انا نرشحوا ادم الوناس ولا عموره جيت محرز ان شاء الله نربحوا 3 بوحده هكا كلها بزاف علينا محرز كاين بزاف راهم غالطين محرز عليه يلعبوه يلعب في السيتي هاك فاهم شغل كان يلعب في السيتي تما الجوار كاع يعسوه يروحوا كاع من جهته وعموره من يدير رايو نربحوا دواءه طرواءه الا ما ربحناش اليوم ما درنا والو باينه بلي نربحوا دواءه بزاف علينا ان شاء الله بزاف ان شاء الله مربوحه مربوحه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه دواءه هكا ولا طرواءه هي نقدروا نتهالوا بصح بحال واحد لكن يلعبوا من قلوبهم المهم نربحوا 1-0 ان شاء الله انا راضي انا الاداء تاعهم بالك 3-1 ان شاء الله في اخر ان شاء الله نربحوا ان شاء الله يبدل لي جوار فيها حل ان شاء الله مع بالماضي عجبني فهم لي جوار ما عجبني كامل فيما يخص يعني حظوظ الفريق الوطني يعني اليوم يعني ضد الفريق الموريتاني ان شاء الله نفوزوا عليه وما نساوش يعني باللي الفريق الوطني يعني سمعه كبيره وراح نتاهلوا ان شاء الله الدور الاول